صباح النور وريدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله كنقول لكم عيد مبارك سعيد باش ما كتمناو بالصحيحه والسلامه وطول العمر، ويحفظ لكم وليداتكم ووالديكم وحبابكم وكاع الناس اللي عزاز عندكم يا ربي، ويرفع لينا الله هذا الوباء ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. اليوم كالعاده غنشارك معكم نهار ديال العيد ديالنا كيفاش كيدوز. طبعا انا معيده هذا العيد مع ماما نهار كامل، ماشي بحال العام اللي فات. هاد المره انا جلست معاهم، صليت معاهم الصلاه ديال العيد، درت معاهم كل شيء الحمد لله. واخا ما كاينش الجو بحال ديما، ولكن كنحاولوا نخلقوه باش هكذا كنكونوا مرتاحين نفسيا. قلت علاش لا ما بارطاجيش معكم اليوم لا جورني ديالنا كيفاش غادي تدوز كاي عائله مغربيه، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه غنشاركها معكم هي الطبيله ديالنا شنو وجدنا ليها كالعاده، وخليكم معايا حتى لاخر فيديو، كنبغيكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بغيت نشارك معكم اول حاجه قلنا درتي لي لبست الصباح ديال العيد، مولفه كناخذ بيجاما، راكم عارفين العائله المغربيه كناخذ بيجاما، ولكن هذه المره خديت قنيديره باش هكذا نكون واخده راحتين. غنوريكم كتجي طويوله، تشوفوني حفيانه، المهم كتجي طويوله بحال هكا، وكتجي سامبل فيها هاد الشويشيه هادي. هاد الثوب هذا البنات ثوب بحال ديال الملاحف، داك التويب اللي بارد. المهم هشوفوا بعدا حنينتين، راه حنيت البارح واخا ما طلعتش بزاف حيت عندي مشكل كنعرق في يدي، ما كتشدش فيا الحنه، حنينه نقشتها البارح حتى الليل. المهم كما قلت لكم قنيديره عاديه، هادو البنات خديتهم من سوق الحد ب 100 درهم، خديت جوجات وخدات ماما حتى هي وحده. المهم هادو هما الحاجه الوحيده دابا اللي غنرتاح فيها مع الكريشه. المهم كانت هذه هي اللبسه ديال الصباح ديال العيد، وجهي كما كتشوفوا انا صراحه مازال ما صايبتوش، ان شاء الله حتى العشيه نبغي نخرج وديك الشيء وغادي نصايبو ونشارك معكم مكياج العيد حيت طلبوني عليه بنيتات بزاف. المهم هذا الشيء اللي كاين، ودابا غنمشي نشارك معكم الطبيله ديال العيد ديالنا، خليكم معايا. يا ليل يا وصلت على نبي، كل الله وانت ماشي. يا ليل يا وصلت على نبي، ولا تلهي في الصلاة. يا ليل يا وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد. يا ليل
من بعد واحد الغديوه، راكم عارفين كتجي من موراها واحد نعيسه حلوه. منعسنا شويه صراحه، ما نعسش بزاف بحالي مولفين، ما غيبناش كيما مولفين. غادي نوض دابا نوجد راسي ولبس حويجاتي وندير شويه الماكياج ان شاء الله. غادي نخرج انا وماما، غادي نمشيو عند واحد البنيته يلاه ولدات، مبروك عليها، الله يكمل عليها بالخير. غنمشيو نشوفوها في لاكلينيك ونباركو ليها، وابخي غندوزو عند العائله هكا الكاسكروت. المهم هادشي اللي كاين، قلت علاش ما نبارطاجيش معاكم غدا غنديكم معايا، واخا ما كنتش معوله ولا كيبان لي غني في الكاميرا. المهم خليكم معايا، غادي نوض نصايب ماكياج، نشارك معاكم جلي لبسي ديال العيد، ونشارك معاكم داكشي اللي وجدت، وملي يكونوا غاديين غنديكم معايا. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كبدايه جيت نوريكم الجليبه ديالي ديال هاد العيد. المهم ها هي الجليبه، اختاريت هاد لاكولور هذا موطارد، صراحه ما عمرني ما خيطتو في الجلالب ولا شي حاجه، تشهيتو داكشي علاش. المهم سامبل عاديه، خياطه جبليه كما كتشوفوا، هي اللي غادي تجيني هكا واسعه. وهنايا فيها هاد الطريزات هادو، غير من هنا جهه الصدر ومن الجهه ديال القب كتجي طبوله. وبيان سور درت ليها هاد الشريبيل، انا نوريه لكم، نزوميه هانتوما. هذا خديته البنات من واحد لاباج، غنخليها لكم في لاباغ دام فو اللي بغاها. كتجيب هاد الشريبلات ديال فاس، صراحه زويون كيحمق وكيجي مع كل شيء، ماشي غير جليلبات. نبعد لكم وما ديال بيستي العيد. وهذا صويك، هذا صراحه كان عندي، كان جاني كادو وصافي. كوكو بنات. انا ماما قلت ولفت الروتينيه. الله يعينك كوكو بنات. حنا وصلنا دابا لاكلينيك، غندخلو عند البنت وكيما غنصورش بيان سور.